السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نبدأ في تسجيل محاضرة مادة تي تي 284. المادة بتتكلم عن الويب تكنولوجيز، زي إزاي أصمم موقع إنترنت، وإيه اللغات اللي أنا بستخدمها عشان أصمم موقع إنترنت، إيه الفرق بين الجافا سكريبت وبين الـ PHP وبين الـ MySQL وبين الـ CSS. المادة مكونة من 4 بلوكات، الكويز بيكون في البلوك الأول والتاني. هي مادة فيها كمية كبيرة من التفاصيل، لكن امتحانها بيكون نوعا ما سهل شوية. البلوك الأول هنتكلم فيه عن الإنترنت، إزاي اتكونت شبكة الإنترنت، إيه هي البروتوكولات اللي إحنا بنستخدمها في الشبكة، إيه هي الويب. هنتكلم على موضوع تصميم مواقع الإنترنت، وإيه الخطوات اللي أنا باخدها عشان يبقى عندي موقع إنترنت، إيه هي اللغات اللي أنا بستخدمها عشان أصمم الموقع من لغة HTML، وبعدين هنطلع على لغة تانية اسمها XML، وبعدين ندمج اللغتين مع بعض عشان يطلع لي حاجة اسمها XHTML. بعد كده هنتعلم ازاي نعمل ستايل للموقع الخاص بنا باستخدام لغة CSS اللي اسمها Cascade Style Sheet. ندخل بعد كده على البلوك التاني. البلوك التاني هندرس فيه الجافا سكريبت، طبعا حضراتكم خدتوها في الـ150، وازاي نستخدم الجافا سكريبت في عملية الفاليديشن اللي هي التحقق من البيانات اللي اليوزر بيدخلها في النماذج اللي موجودة عندي، وده أهم استخدام ليها. إزاي نتعامل مع قواعد البيانات اللي موجودة عندي، إزاي نعمل جدول، إزاي نخزن فيه بيانات، وإزاي نضيف ونعدل عن طريق MySQL، وبعدين في النهاية هندرس لغة PHP. دراسة PHP مش بالتفصيل، فيه مادة اسمها M275، دي بتدرس الـ PHP من الألف إلى الياء. إحنا هنا بنحاول ناخد معلومات عامة عن اللغة. حضراتكم مطالبين بإيه؟ مطالبين مثلا لو أنا كتبت لك دالة، تعرف مكونات الدالة دي هي إيه؟ إيه هي الإنبوت بتاعها؟ وإيه هو الأوتبوت؟ في البلوك الثالث هنتكلم عن الموبايل أبليكيشن، وإزاي نصمم موقع أو إزاي نصمم موبايل أبليكيشن باستخدام الأندرويد. طبعا الجزء دوت انا ما بستخدمش الاندرويد، لكن بستخدم برنامج اسمه ابلكيشن انفنتور، ده جزء عملي حتى ما بيتشرحش. نيجي نتكلم في البلوك الرابع على البروجكت مانجمنت، اداره المشاريع اللي موجوده عندي، وايه هي الخطوات اللي انا بعملها عشان اعمل تيستينج للبروجكت اللي موجود عندي. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنقول البلوك الاولاني، البارت الاول، هو بعنوان الانترنت والويب. يا ترى هي الانترنت هي الويب؟ لا، الويب هي عبارة عن خدمة من خدمات الانترنت. الانترنت دي هي الشبكة الكبيرة، فهي بتشمل مجموعة من السيرفيس أو الخدمات، زي الفايل ترانسفير بروتوكول، زي الإيميل، زي الويب، زي الشات عن طريق حاجة اسمها IRC، بالإضافة للنيوز جروب. طيب، فالانترنت دي عبارة عن مشروع عسكري كان في الستينات في أمريكا، بيحاولوا إن هم يوصلوا ما بين، خلينا نقول، القواعد العسكرية اللي موجودة على مستوى أمريكا، فبدأوا يعملوا شبكة. ده كان مشروع اسمه أربانت. الأربانت دوت أدى لوجود بروتوكول اسمه TCP/IP اللي هو Transmission Control Protocol Internet Protocol. يبقى إذن دلوقتي وزارة الدفاع الأمريكية كانت بتعمل مشروع عشان تحاول توصل ما بين القواعد الأمريكية، ده أدى لوجود الإنترنت وكمان بروتوكول اسمه TCP/IP. ده جزء، يبقى ده جزء الشبكة. كان في حاجة تانية كمان عشان يبتكر الويب، اللي هي بروتوكول اسمه HTML و HTTP. بروتوكول HTML ده بروتوكول جديد مظهرش غير في سنة 90 تقريبا، على ايد واحد اسمه تيم بيرنزلي، هنعرفه دلوقتي. يبقى هو بيقول لي هنا ان الويب تم ابتكارها عن طريق 2 تكنولوجي، اللي هي Interconnected Computer Network اللي هي شبكة الانترنت، بالاضافة لمجموعة من البروتوكولات اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل Transmitting للداتا. هي يعني ايه كلمة بروتوكول؟ البروتوكول هو عبارة عن مجموعة من القواعد اللي انا بستخدمها عشان اعمل مسج اكستشينج ما بين الاجهزة وبعضها. عشان نفهم بروتوكول يعني ايه، نقول ان هو زي لو 2 اتقابلوا، فانا بقول السلام عليكم، هو يقول لي عليكم السلام، وبعدين نبدأ نتكلم، اهو ده بروتوكول. يبقى اذا the web is made possible باستخدام 2 تكنولوجي، اللي هي شبكة الانترنت بالاضافة لمجموعة من البروتوكولات. هيبدأ يكلمني بقى عن الشبكة نفسها أو اللي هي الإنترنت. هو بيقول إن الإنترنت هي ناتج لمشروع تم تنفيذه بواسطة وزارة الدفاع الأمريكية في أواخر الستينات، ده أدى لابتكار بروتوكول اسمه TCP/IP، اسمه Transmission Control Protocol Internet Protocol.
البروتوكول ده هو قلب شبكة الإنترنت، مفيش أي حاجة بتتم من غير البروتوكول دوت. حضراتكم التي سي بي بيعمل إيه؟ التي سي بي ده بيقطع الرسائل اللي أنا عايز أبعتها من كمبيوتر لكمبيوتر تاني لمجموعة من الباكيت، وبعدين يسلمها للنص التاني، النص التاني اللي اسمه الأي بي. النص التاني ده بيعمل إيه؟ بيديها عناوين، يعني بيعمل حاجة اسمها أدريسنج، وبيختار أفضل طريق عشان تبعت البيانات من السورس للديستنيشن. في الانترنت ما بيكونش فيه مسار وحيد لارسال البيانات من السورس للديستنيشن، لكن بيكون فيه مسارات مختلفه. مين اللي بيحدد افضل مسار؟ اللي هو البروتوكول اللي اسمه اي بي. يبقى هنا بيقول ان التي سي بي اي بي بروتوكول بيعمل سبورت لكل الانترنت سيرفيسز زي الايميل، زي الويب والاف تي بي والنيوز جروب والويب 2 تكنولوجيز. زي ما حضراتكم شايفين هو بيقول ان الانترنت بتشمل السيرفيسز اللي هي الايميل والويب والاف تي بي وهكذا. طيب نيجي للجزء الثاني من الحكاية. الجزء الثاني هو بروتوكول HTTP اللي اسمه Hyper Text Transfer Protocol. ده البروتوكول اللي الكلاينت اللي هو أنا بستخدمه عشان أطلب صفحة من الويب سيرفر. طبعا حضراتكم شايفين لو أنا بدخل على أي موقع من مواقع الويب، فأنا بكتب HTTP نقطتين وبعدين شرطتين ميلين وبعدين أكتب عنوان الموقع، فأنا ببعت ريكوست بطلب من السيرفر إن هو يديني صفحة. طيب لغة الهايبر تكست مارك اب لانجويج هي اللغة اللي أنا بستخدمها عشان أصمم مواقع إنترنت. هي مش لغة برمجة، هنعرف قدام، لكن بيسموها لغة ترميز نص مترابط أو لغة توصيف. يبقى إذا الـ HTML والهايبر تكست مارك اب لانجويج بيمثلوا الجزء الثاني من الحكاية، اللي هو البروتوكولات اللي أنا بستخدمها عشان أعمل إكستشينج للإلكترونيك دوكيمنت. ال HTTP بيسمح لليوزر إن هو يعمل ريكوست، يطلب صفحة أو يطلب أي ريسورس، ممكن أكون بطلب ملف أوديو أو فيديو. يبقى إذا ال HTTP allow اليوزر إنه يطلب ريكوست، يطلب دوكيمنت من كمبيوتر، ويخلي الويب سيرفر إن هو يديله الدوكيمنت دي. طيب ال HTML إحنا بنستخدمها عشان نعرف ال appearance. appearance مقصود بيه المظهر بتاع صفحة الويب نفسها. حضراتكم خدتوا HTML في الـ 150 وخدتوا جافا سكريبت. سؤالي، هل الـ HTML هي لغة برمجة؟ لا. أمال هي إيه؟ هي لغة لترميز النص المترابط. طب فكرتها إيه؟ إنها بتعرف المكونات اللي موجودة في صفحة الويب. يعني مثلا أنا ممكن أقول له هنا في المنطقة دي في صورة. طب الصورة دي طولها كام؟ عرضها كام؟ طب مكان الصورة؟ طب المحاذاة بتاعتها يمين ولا شمال؟ أجي على فقرة، الفقرة دي لونها إيه؟ محاذاة بتاعتها يمين ولا شمال؟ لكن ما هيش لغة برمجة. ليه؟ حضراتكم عشان تعمل برامج وتحطوها في صفحة الويب بتستخدموا لغات برمجة تانية زي الجافا سكريبت، زي الـ PHP، زي بيرل، بايثون وهكذا. قلت لحضراتكم إن العالم أو المبرمج اللي اسمه تيم بيرنرز لي ده اللي ابتكر شبكة الويب. إزاي؟ لأنه ابتكر لغة الـ HTML. فهو بيقول إن تيم بيرنرز لي has created الورلد وايد ويب، اللي هي كانت عبارة عن انترنت بيزد سوليوشن، كانت عبارة عن بروتوكول بيسمح بمشاركة الوثائق والملفات ما بين الناس في شبكات مختلفة. طبعا لازم حضراتكم تلاحظوا ان الانترنت اول حاجة في اجهزة مختلفة، يعني في موبايلات بتخش عليها، والموبايلات دي اجهزة مختلفة، في سامسونج، في نوكيا، في مش عارف موتوريلا، في كذا في كذا، بالاضافة لاجهزة الكمبيوتر. أجهزة الكمبيوتر والكلام ده عليها اوبريتنج سيستم مختلف، في ويندوز، في لينكس، في ماك وهكذا. يعني كل الأجهزة اللي موجودة على الإنترنت بتختلف مع بعضها، وبالتالي لازم يكون في بروتوكولز بتسمح بتبادل البيانات في صيغة مظبوطة ما بين الأجهزة وبعضها. مين هي المنظمة اللي اخترع HTML؟ في عندي منظمتين، واحدة اسمها W3C اللي هي اختصار كلمة World Wide Web Consortium. World Wide Web Consortium دي هي عبارة عن مجموعة من الشركات اللي عاملة في مجال التقنية عموما، دي اللي بتحط المواصفات القياسية للغات اللي بتستخدم على الإنترنت. فدي هي المسؤولة عن وضع الـ HTML، الـ XML، XHTML وهكذا. يبقى إذن الـ HTML واللغات التانية زي الـ CSS و SVG والأجاكس والXML والXSLT دي بيتم إدارتها عن طريق W3C. إنما الـ HTTP والـ Transmission Control Protocol Internet Protocol دول بيتم وضع مواصفاتها وتحديثاتها وتطوراتها عن طريق حاجة اسمها Internet Engineering Task Force. نراجع الكلام بتاعنا.
طبعا احنا عرفنا ان كان عندي في حاجه اسمها انترنت، والانترنت دي مكونه من مجموعه من السيرفيسز زي الايميل، زي الاف تي بي، زي النيوز جروب. وقلنا الانترنت زائد البروتوكولات ادتني حاجه اسمها ويب. قلنا ال HTML هو البروتوكول اللي انا بستخدمه عشان اعمل ريكويست لصفحه ويب، ال HTML اللي انا بستخدمها عشان اصمم مواقع الويب، وقلنا ان الاخ تيم بيرنز لي هو اللي ابتكر شبكه الويب، وقلنا ان ال HTML ومجموعه اللغات اللي هي زي CSS وال SVG وال AJAX والكلام ده كله بيتم ادارتها عن طريق W3C، وان ال HTML اسف ال HTTP وال I HTTP وال Transportation Protocols بيتم ادارتها عن طريق ال Internet Engineering Task Force. الحاجات دي كلها بتيجي اختياري. نيجي نتكلم في موضوع تاني، حاجة اسمها الويب ابلكيشن ريكويرمنت. ايه هي الخواص او الريكويرمنت او المتطلبات اللي لما اجي اصمم ويب ابلكيشن لازم اراعيها؟ اول حاجة ان الويب ابلكيشن اللي موجود عندي لازم يعمل fulfills، يعني يحقق الشروط المطلوبة من المستخدم. انا عايزك تعمل لي برنامج او عايزك تعمل لي موقع، فانا بقول لك الشروط اللي المفروض تحققها لي في البرنامج. الحاجة التانية provide a means، means يعني وسائل عشان اوزع المعلومات دي للبابليك. لازم الموقع اللي موجود عندي يكون usable، يعني يكون سهل الاستخدام بالنسبة لليوزر، ان يكون simple بسيط. ambiguous دي معناها انه غامض، ambiguous معناها انه هو يكون سلس مفهوش حاجات غامضة. يعني في موقع اسمه بن انبرست تقريبا، الموقع دوت يعني هو موقع مشهور، لكن المشكلة ان ممكن اي حد يدخل عليه كده ما يعرفش يستخدم الموقع ازاي. طبعا لازم الويب ابلكيشن اللي موجود عندي يطبق حاجة اسمها الكلاينت سيرفر او اللي هي الديستريبيوتد اركيتكتشر، ان يكون فيه جزء على الكلاينت اللي هو البراوزر وبيكون فيه جزء على السيرفر. لازم يكون الجهاز او الويب ابلكيشن دوت اكسسبل للديسيبلد يوزر، بمعنى ان انا لما اجي اصمم موقع فانا لازم اراعي ان فيه ناس عندها احتياجات خاصة، ممكن يكون شخص ما عنده اعاقة بصرية او اعاقة سمعية، فالمفروض ان هو بيحاول يدخل على الموقع، فانا لازم اراعي في تصميم الموقع ان يكون فيه حاجات بديلة. يعني لو هو عنده اعاقة بصرية وانا كاتب صورة او انا حاطط صور مش هيشوفها، فلازم يكون فيه نص بيوصف الصورة دي. هنتعلم نعملها ازاي. لازم الموقع اللي موجود عندي او الويب ابلكيشن يكون ستاندرد كومبلنت، مقصود بيها ان يكون مطابق للمواصفات القياسية اللي بتحطها ال W3C. ليه؟ هنعرف دلوقتي. السؤال ممكن يجي لي ازاي؟ ممكن يقول لي list the main requirement of a web application، او ممكن يقول لي ان الويب ابلكيشن اللي موجود عندي لازم يكون ستاندرد كومبلنت، يعني يكون متوافق مع المواصفات القياسيه. طب ليه؟ لانه البراوزر اللي موجود عندي عشان توصل للابلكيشن على الويب وتستخدمها لازم الويب ابلكيشن دي تكون مطابقه للمواصفات وبتحقق التوصيات او الريكومنديشنز اللي بتفرضها منظمات ال W3C وال IETF. يعني مثلا خلينا نقول ان انا عندي جهاز كمبيوتر، وجهاز الكمبيوتر دوت بيستخدم مثلا تردد معين، التردد ده مش موجود في السعوديه فانا مش هقدر استخدمه، لكن لو انا عايز استخدم الجهاز دوت في كل الدول العالم يبقى لازم التزم بالترددات اللي كل العالم بتستخدم. يبقى هنا بيقول لي ان الويب ابلكيشن لازم يكون متوافق مع التوصيات اللي هي الريكومنديشنز والستاندردز المنشوره عن منظمات اللي هي W3C وال IETF. طبعا احنا قلنا ان W3C يهمها ال HTML وال XML وال XSLT وهكذا، انما ال IETF دي بتحط مواصفات ال HTTP وغيره. نيجي في سؤال تاني بيقول لي ال Web Application Complexity. Complexity مقصود بيها درجة التعقيد. يا ترى دلوقتي قارن لي ما بينها. في نوعين من التصاميم، في حاجه اسمها static content وديناميك content. عايز انبه حضراتكم لتصميم الملف عندي. لو حضراتكم شفتوا الرمز ده يبقى اعرفوا انه كان في سؤال جه على الفقره ديت في كويز او في امتحان، يعني الفقره دي مهمه. فهو بيقول لي هنا what is the difference، انا عايز اعرف الفرق ما بين الستاتيك والديناميك كونتنت، واديني مثال على كل واحد منهم. static يعني ثابت، معنى كده ان محتوى الصفحه دوت بيفضل زي ما هو، يعني لو 1000 واحد دخلوا على الموقع المحتوى بيظهر لهم نفسه زي ما هو.
مثلا صفحة الموقع الخاص بي اللي هي EJCBTD اللي هو الصفحة ديت، لو أي حد حب يدخل عليها خلاص هتظهر له نفس المحتوى. إنما موقع الويب أو اللي هو الموديل Learning Management System اللي حضرتك بتدخله عليه، كل طالب بيكون مسجل مواد مختلفة عن الطالب الآخر، وبالتالي الصفحة الناتجة بتختلف. يعني واحد مسجل مادة هيظهر له محتويات، واحد مسجل 3 مواد هيظهر له محتويات مختلفة. ده بيسموه Dynamic Content. يبقى هنا بيقول لي الفرق ما بين الستاتيك كونتنت والديناميك كونتنت، ان الستاتيك كونتنت بيديني ذا سيم كونتنت ويل بي بروفايدد تو اول يوزرز، كل المحتوى او نفس المحتوى هيتم توفيره لكل الناس بلا استثناء. طبعا الستاتيك كونتنت ده صعب ان انا اعمل له عمليه ابديتنج، يعني لو انا عايز اعدل في الموقع بتاعي هروح اجيبه من الالف الى الياء كل مره واحده. انما الديناميك كونتنت معناها ان المحتوى بتاعي بيحصل له بيرسوناليزيشن، يعني معنى كده انه بيتم تخصيصه لكل مستخدم على حدة اعتمادا على الاختيارات اللي اليوزر بيقدمها. فمثلا الاونلاين شوبينج او ال ام اس زي ما قلت لحضراتكم، في الاونلاين شوبينج انا بدخل اشتري منتجات، هو كلنا بنشتري نفس المنتجات؟ لا. طبعا الويب سايت اللي هو الدايناميك كونتنت هو بيكون سهل ان انا اعمل له عمليه ابديتنج، لكن عشان اعمل جينيريتنج للكونتنت بياخد وقت اطول. ليه؟ لانه غالبا بيكون فيه اتصال مع قاعده بيانات مع ماي سيكول وهكذا. يبقى دي الاجابه الخاصه بالفرق ما بين الاستاتيك كونتنت والديناميك كونتنت. في حاله الاستاتيك كونتنت نفس المحتوى بيتم توفيره لكل اليوزرز، انما في حاله الديناميك كونتنت المحتوى بتاعي بيتغير او بيحصل له بيرسوناليزيشن تبعا لكل يوزر. والمثال بتاعي اللي هو الاونلاين شوبينج او ال ام اس سيستم. نيجي نتكلم على موضوع جديد بيسموه Client Server Architecture. Client Server Architecture ديت طبعا الانترنت قايمة على انه بيكون فيه Client اللي هو البراوزر اللي موجود عندي بيطلب Request، يعني بيطلب صفحة معينة من موقع انترنت، والموقع ده موجود على سيرفر، يبقى فيه Client وفيه Server. السيرفر بيعمل Processing للصفحة دي وبيبعت لي الصفحة. يبقى إذن دلوقتي بيقول ان كل الويب ابلكيشن المفروض انها بتقسم الكمبيوتنج ورك لود اللي هو الكمبيوتنج بروجرامنج مثلا ما بين البراوزر الخاص باليوزر وبين الويب سيرفر. الكلاينت اللي هو البراوزر اللي بيدخل على الموقع بيسموه فرونت اند، انما الويب سيرفر نفسه بيسموه باك اند. النقطه دي كانت اختياري قبل كده. فهو بيقول لي ان الويب هي عباره عن مثال على الكلاينت سيرفر اركيتكتشر أو اللي بيسموها Distributed Architecture، هناخدها بالتفصيل بعد كده. إزاي؟ لأن الويب أبليكيشن بيكون مقسوم جزئين، جزء بيكون على الكلاينت وجزء التاني بيكون عند السيرفر. سؤال بيقول لي هنا List the main challenges، قول لي أهم التحديات اللي بتواجه الناس اللي بتصمم الويب أبليكيشن. المين تشالنجز ديت ان اليوزر او البروجرامر لما يكون عندي عايز يصمم موقع والموقع يكون فيه خدمات وحاجات تفيد الموقع مش اي صفحات كده وخلاص. يبقى اذا the main challenges اللي هي التحديات اللي بتقابل الويب ابلكيشن ديزاينر انه يوفر يعمل delivering rich functional، rich يعني غني بالوظائف. requirement should be balanced against simplicity، يعني معنى كده ان انا اوفر الحاجات اللي مطلوبه مني وفي نفس الوقت لازم اخلي الابلكيشن بتاعي سهل. maintain يعني بيتم صيانته او بيتحافظ عليه، يتم صيانته وتطويره وتعديله عند الحاجه. يبقى اذا maintained and expanded when required، انا عامل موقع والموقع ده عايز اعمل له عمليه upgrading خلاص مفيش مشكله. ensuring ان انا اضمن delivering the content very quickly، الكونتنت بتاعي لازم يوصل لليوزر في اسرع وقت، مش هعمل موقع والموقع ده عشان البيانات تنبعت لليوزر تاخد نص ساعه خلاص محدش هيدخل على الموقع بتاعي. keep track of users transaction data، لو في مجموعه من اليوزر او الموقع بتاعي دايناميك، يعني معنى كده انه زي ال LMS لازم يبقى فيه سجل كده يبين كل يوزر دخل على ايه او بيانات الخاصه باليوزر ديت هي ايه. آخر نقطة إنه لازم يكون في نوع من أنواع السكيورتي اللي موجودة في الويب سايت، فهنا بيقول لي ensure إن نضمن security of personal information. ندخل بعد كده على تفاصيل تانية على الكلاينت سيرفر موديل.
الكلاينت تو سيرفر موديل هنسميه حاجه اسمها ريكويستر بروفايدر. ليه؟ لان الكلاينت بيعمل ريكويست لصفحه من الصفحات على الويب سيرفر، والسيرفر اللي هو البروفايدر بيعمل بروسيسنج للصفحه ديت ويبعتها لمين؟ للكلاينت. يبقى في الكلاينت تو سيرفر موديل انا عندي هنا الكلاينت هو الريكويست ريكويستر اللي بيطلب سيرفيس، والسيرفر هو البروفايدر اللي بيوفر السيرفيس ديت. في شكلين كده طبعا، بيقول لي هنا الترانزاكشن فروم الكلاينت تو سيرفر بنسميها ريكويست وريسبونس. ريكويست يعني بيطلب، ريسبونس يعني استجابه. الكلاينت تو سيرفر فيه نمطين اتنين موديل. في حاجه اسمها ديليفرنج الستاتيك كونتنت وديليفرنج الدايناميك كونتنت. احنا عارفين طبعا ان الستاتيك كونتنت بيكون عباره عن ملفات HTML ستاتيك، ما بيكونش فيها اي نوع من انواع الاتصال مع قاعده البيانات ولا غيره. فهنا تلاحظ ادي كلاينت ودي هنا الويب سيرفر. الكلاينت بيعمل ريكوست، الويب سيرفر يبعت له على طول الصفحه اللي هو عايزها على شكل ريسبونس. هنا مفيش غير ويب سايتس اونلي، مفيش غير HTML سايتس اونلي. يبقى بيقول لي هنا في this model the system is simple and contains only HTML page، وبالتالي الاستجابه بتاعتي او اللي هو response time بيكون سريع. نيجي للنوع التاني اللي هو delivering dynamic content. كلمة dynamic معناها انه بيكون في قاعدة بيانات. قاعدة البيانات الأشهر على الانترنت هي MySQL. فاحنا هيبقى هنا الويب سيرفر شكله اتغير، بدل ما كان فيه HTML only، لا ده هنا بقى فيه HTML وبقى فيه servers side scripting language زي ال PHP، وبقى فيه database programming زي MySQL. يبقى هنا دلوقتي الويب سيرفر هيكون موجود عليه مثلا database زي MySQL، هيكون فيه لغة برمجة PHP وهكذا. ده بيكون أفضل من الستاتيك. احنا متفقين دلوقتي ان السيستم اللي موجود عندي اللي اسمه client server ده يعادل حاجة اسمها request response. طيب أول سؤال بيقول لي هنا إيه؟ إن الـ client server بيعتمد على حاجتين اتنين اللي هي الـ request والـ response. الـ request ده بينبعت من مين؟ الـ request ده بينبعت من الـ client. فهنا بيقول لي the request is made by a web browser using the get method. إيه get method ديت؟ هناخد قدام شوية كده إنه في طريقتين لإرسال البيانات اللي مفهوم موجودة في فورما، يا إما بنستخدم جيت يا إما بنستخدم بواسطة. الجيت دي بتظهر البيانات اللي موجودة في الفورم في شريط الأدرس بار، إنما البوست بتشفر البيانات جوه ال HTTP request. مش مشكلتنا دلوقتي، المهم إنه في طريقة اسمها جيت ميثود لإرسال البيانات من الكلاينت للسيرفر. الجيت ميثود ديت في حالة الريكوست بيكون مكونة من ثلاثة بارت. يبقى هنا بيقول لي في حالة الـ HTTP request بيكون في ثلاث أجزاء. حاجة اسمها الـ request line زي ما حضراتكم شايفين اهوت، هنا بيستخدم get وعايز الصفحة ديت أو عايز الملف اللي اسمه test.html. وبعد كده الجزء الثاني اللي هو الـ header. الـ header مقصود به العناوين اللي أنا ببعتها، عنوان الـ source، عنوان الـ destination، أي إضافات على الـ header الـ HTTP message مثلا. البادي اللي هو محتوى الرسالة نفسها أو بيسموه البيلود. يبقى دلوقتي ال HTTP request بيكون مكون من ثلاث حاجات، اللي هو ال request line، وكمان بعد كده اللي هو ال header، وبعد كده بيكون المسج نفسها. ده سؤال جه قبل كده، الثلاث حاجات دول مع بعض بيسموهم ال HTTP command. نيجي للجزء الثاني اللي هو ال response. response يبقى فيه استجابة، الاستجابة دي هتوصل للكلاينت من الويب سيرفر. طيب يبقى الويب سيرفر هيوصله رسالة الريكوست من الكلاينت. طب يعمل ايه؟ هو بيعمل ثلاث خطوات. ده سؤال تاني، هو بيقول لي هنا on receiving a get message the server will do three steps. قولهم لي الثلاث خطوات. اول حاجة ان الويب سيرفر هيتأكد ان الملف اللي اليوزر عايزه موجود عنده. يعني مثلا انا بطلب الصفحه اللي اسمها test.html، فالسيرفر يشيك هل الصفحه دي موجوده في المكان اللي اليوزر بيقول عليه ولا لا. لقاها موجوده يكمل بقيه الخطوات، ما لقاهاش موجوده هيديله error message. طيب لقاها موجوده يعمل ايه؟ يشوف هل اليوزر ليه الصلاحيات ان هو يستخدم الصفحه دي ولا لا. ما ممكن يكون الصفحه دي انا ماليش صلاحيات عليها، ما اقدرش ادخل عليها.
يبقى دلوقتي بيشيك هل الملف اللي اليوزر بيطلبه موجود ولا لا. الحاجة التانية يشيك هل اليوزر ليه الصلاحيات عشان يدخل على الملف ده ولا لا. الخطوة التالتة يجهز الملف ويبعته لليوزر. يبقى هنا بيقول لي on receiving a get message the server will first check هيشيك if it can locate يقدر يحدد الـ requested file ولا لا. لو كان موجود يبقى المفروض انه هيشيك هل اليوزر ليه بيرميشن عشان يقرا الملف ده ولا لا. في النهايه بيعمل اللي هي create a response message ويبعتها لليوزر.